الرحمن الرحيم. طلبة من الأعزاء، اسمحوا لي راح أحييكم بمحاضرتنا 21 من مادة القانون الدستوري. المحاضرة السابقة انتهينا من مناقشة نهاية الدساتير، وقلنا المقصود فيها عندما يلغى الدستور نهائيا، سواء بالطريق الطبيعي أو بالطريق غير الطبيعي، أي بالطريقة الرسمي يستبدل دستور جديد ليحل محل القديم، أو بالطريق غير الرسمي طريق القوة، وهو الطريق غير الاعتيادي اللي شرحناه، واللي يتضمن إما أسلوب الثورة للإطاحة بالدستور وإنهاء حياته، أو بالانقلاب. رغم أن الانقلابات قد بعض الانقلابات تبقي على نفس الدستور وتدخل إصلاحات كبيرة واسعة عليه بما يخدم الحاكم الجديد، ولكن جرت العادة كل حاكم يزيح الدستور السابق في انقلابه ويضع دستور يتلائم وتوجهات الحاكم الجديد. ثم تحدثنا أيضا عن آثار سقوط الدستور أو استبداله نهائيا، وفي هذه الحالة لاحظنا أنه الدساتير عندما تلغى نهائيا أو تستبدل نهائيا لا تؤثر على القوانين التي صدرت في باستنادا إلى تلك الدساتير، فتبقى سارية المفعول إلى أن تلغى صراحة أو ظنا. وهناك أيضا كما قلنا بعض الأحكام الدستورية التي هي ليست ذات صفة دستورية، وإنما وضعها المشرع الدستوري ضمن الدستور لإضفاء نوع من الاستقرار والثبات على هذه القواعد. فعندما يسقط الدستور هذه القواعد لا تلغى تلقائيا، وإنما تتحول إلى قواعد قانونية اعتيادية سارية المفعول إلى أن تلغى بموجب الدستور الجديد أو تلغى صراحة أو ضمنا. ثم انتقلنا إلى صفات الدستور أو القوانين الدستورية. لاحظنا هناك ثلاث مسائل مهمة تميز الدستور، وهي مسألة ثبات القوانين الدستورية، قلنا هي تتمتع بثبات نسبي تجاه القوانين، لأنه طالما هو الدستور يعتبر أعلى قاعدة في النظام القانوني في الدولة، فهو عادة يكون أكثر استقرارا وثباتا من القواعد الأخرى. ثم المسألة الأخرى، لاحظنا أنه لا يمكن إلغاء القاعدة القانونية الدستورية أو لا يفسخها إلا قاعدة أخرى من نفس النوع، أي أنه تحتاج إلى إجراءات معينة ليست كالإجراءات في القانون العادي. وأخيرا من صفات الدستور وأهم مميزاته هي مسألة دستورية القوانين ورقابة هذه الدستورية. والمقصود في دستورية القوانين هي حماية الدستور من تجاوزات السلطة التشريعية، لأن الدستور حسب تدرج القاعدة القانونية كما قلنا ويحتل قمة الهرم القانوني النظام القانوني، وتدرج بعد القانون العادي ثم الأنظمة واللوائح ثم التعليمات والتوجيهات. ففي هذه الحالة هو الذي يوجد السلطات الثلاث، أي يوجد السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، فإذا كلها يجب أن تخضع للدستور. وعليه لحماية الدستور استحدثت مسألة رقابة دستورية القوانين، أي المقصود أن التصرفات التي تأتي من السلطة التشريعية يجب أن تكون منسجمة مع أحكام الدستور ولا تخالف الدستور. لاحظنا هذا المسألة دستورية القوانين الواقع هي ظهرت في الدساتير الجامدة، لأن الدستور المرن كما قلنا لا يحتاج إلى مثل هذه الرقابة، لأن البرلمان هو صاحب السلطة الكاملة في تغيير القاعدة أو تبديلها. إذا كانت قاعدة دستورية يستطيع أن يلغيها بقاعدة جديدة، أو إذا نشأ أو دستور جديد يخالف السابقة يلغيها وهكذا. فإذا هذه الظاهرة، ظاهرة دستورية القوانين أو رقابة القوانين، هي ظهرت ضمن مفهوم الدساتير الجامدة، والمقصود منها حماية الدستور
من التجاوزات التي قد تحصل من السلطة التشريعية. ولاحظنا أن الرقابة الدستورية القوانين هناك شكلين من أشكال الرقابة، نوعين رقابة، إما أن تكون سياسية أو رقابة قضائية. والواقع الرقابة السياسية هي استحدثت في الدستور الفرنسي، يعني أول تجربة نستطيع أن نقولها هناك مسألة الرقابة السياسية هي ضمن الدستور الفرنسي. هذه الرقابة عادة تسمى رقابة وقائية، تعتبر وقائية لأنها تسبق صدور القانون، أي أن القانون لا يزال في مرحلة الولادة، في مرحلة التشريع، بعد ما أي البرلمان يناقشه. ومن المعروف أنه أي قانون لا يصبح من الناحية الشكلية قانون قابل للتنفيذ إلا أن يمر بعدة مراحل. سبق يمكن أن ناقشنا هذه المسألة، يبدي باقتراح التشريع أي اقتراح القانون، وهناك جهات محددة تملك اقتراحها، ثم بعد ذلك يناقش، بعد ما يأتي الاقتراح هناك لجنة فنية تصوغ الاقتراح على شكل لائحة، ثم تعرض على اللجنة المختصة في البرلمان، كان تكون لجنة شؤون مالية أو شؤون دفاعية أو أي شؤون ثقافية. فهذه الحالة هذه تصوغ اللائحة ثم تعرضها على البرلمان للمناقشة، وقد تكون هناك قراءة أولى وقراءة ثانية. وبعد ذلك عندما يناقشها البرلمان ويقرر المشروع يرفع إلى رئيس الدولة للمصادقة عليه والنشر في الجريدة الرسمية لكي تكتمل مراحل التشريع ويصبح قانون قابل للتطبيق والتنفيذ. ولكن في المسألة الرقابة السياسية القانون لا يزال في دور الولادة، لا يزال مشروع، فالبرلمان عندما يناقش وقبل أن يذهب إلى رئيس الدولة، رئيس الدولة قبل أن يصادق عليه يحيله إلى الهيئة السياسية لدراسته. ففي هذه الحالة تدرس، وعندما تصل إلى قرار أنه تجد أن القانون المشروع القانون غير مخالف لأحكام الدستور، رئيس الجمهورية هنا يصادق عليه ويصدره وينشر في الجريدة الرسمية. أما إذا الهيئة السياسية جاء رأيها مخالف لرأي البرلمان وأن هذا المشروع هو مخالف لأحكام الدستور وينتهك الدستور، فهنا يعاد إلى رئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية يرفض المصادق عليه وإصداره، ففي هذه الحالة يعاد إلى يعيد رئيس الدولة إلى البرلمان لمناقشته مجددا. فهنا حلين، إما أن البرلمان يعدل القانون بما ينسجم ورأي اللجنة أي بما يتفق وأحكام الدستور، وإذا البرلمان أراد أن يصر على القانون ففي هذه الحالة لابد من الرجوع إلى باب تعديل الدستور، فيجب أن يعدل الدستور بما يسمح بصدور القانون. والواقع هذه هي قلت التجربة الفرنسية، والسبب في هذا أنه تمسكوا بالرقابة السياسية ورفضوا أعطاء القضاء لمسألة أنه القضاء الفرنسي كانت سمعته سيئة قبل الثورة الفرنسية، وكان يتسم بالاستبداد والتعسف بالنسبة للقضاة والمحاكم، ولذلك كان هناك رد الفعل قوي ضد منحهم رقابة الدستورية القوانين، فشكلوا الرقابة السياسية. والإمبراطور نابليون الثالث هو أدخل هذه الرقابة في دستور السنة الثانية يسمى، وأنشأ مجلس يسمى مجلس الشيوخ، وأطلق عليه مجلس الشيوخ المحافظ أي هدف المحافظة على أحكام الدستور. ولذلك مشاريع القوانين التي كانت تأتي من الجمعية الوطنية قبل أن يصادق الإمبراطور يعرضها على هذا المجلس لدراسته والبحث في مدى انسجامها ومخالفتها للدستور. المجلس بالإضافة إلى هذا الأمر كان يملك حق تفسير الدستور،
لأنه هذه مسألة مهمة، أنه هي ليست نصوص بالشكل هذا، وإنما لكي تبحث في مسألة معينة لابد أن تفسر مضمون القاعدة الدستورية. كما أن المجلس كان يناقش الأمور التي لم ينظمها الدستور وتحتاج إلى تنظيم وهي ضرورية لتنفيذ الدستور. إلا مع الأسف أن هذه التجربة المجلس المحافظ لم ينجح في إداء مهمته لمسألة بسيطة، أنه الإمبراطور نفسه هو حصر تعيين أعضاء مجلس الشيوخ المحافظ بالدستور بنفسه، أي أنه يختار جميع أعضاء مجلس المحافظ، ولذلك أصبح أداة بيد الإمبراطور، فكان ينفذون رغبات الإمبراطور، وكان هو يقدم لهم الهدايا والكثير من الامتيازات، فعمليا فشل الدستور، أصبح أداة طيعة بيد الإمبراطور. ثم أن الذي يحرك الدعوة أي يطلب من المجلس الاجتماع لدراسة هي كان بيد الحكومة أي السلطة التنفيذية، وهذه الواقع كان لا تثير أو لا تطلب انعقاد المجلس إذا كان هناك من مصلحتها صدور قانون ولو مخالف للدستور، فالقانون يصدر وينفذ ولا يستطيع أحد أن يعارضه، لأنه في هذه الحالة المجلس لم يدعى الاجتماع لدراسة الحالة وإصدار القرار المناسب فيما إذا كان هذا القانون مخالف للدستور أو منسجم مع أحكام الدستور. هذه التجربة الواقع الدستور الفرنسي لم يتخلى عنها، وإنما كررتها الدساتير اللاحقة، فدستور سنة 1852 أخذ بنفس المفهوم الرقابة السياسية، ولكنه وسع صلاحيات المجلس مجلس المحافظ، فأصبح لم تقتصر الدعوة على أيضا الحكومة لانعقاد المجلس، وإنما تعداها للأفراد العاديين في المجتمع عن طريق تقديم الطلبات لانعقاد المجلس. ومع ذلك أيضا المجلس لم ينجح في إداء مهمته. الدستور سنة 1946 بعد الحرب العالمية الثانية واستعادة فرنسا اللي وضعها وشخصيتها كدولة بعد احتلال هتلر للعاصمة باريس خلال 7 أيام من هجومه لفرنسا، فنلاحظ أيضا هذا الدستور سنة 46 أخذ بالرقابة السياسية وخصص 3 مواد في الدستور لها، المادة 91 و92 و93، فنص على تشكيل سما اللجنة الدستورية، أي أنه بدل أن يسميه مجلس المحافظ أو كذا أطلق عليه اللجنة الدستورية، وهذه اللجنة هي تختص برقابة القوانين والتي تصدر عن الجمعية الوطنية. أما تشكيلة اللجنة فهي تتألف من رئيس الجمهورية بحكم منصبه يعتبر رئيسا للجنة، وعضوية كل من رئيس الجمعية الوطنية أي رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الجمهورية أي مجلس الشيوخ، هذول أيضا الشخصين بحكم منصبهم، وهناك بالإضافة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الجمهورية ورئيس مجلس الجمعية الوطنية هناك 7 أعضاء تختارهم الجمعية الوطنية في بداية كل دورة سنوية لاجتماعها على أساس أيضا التمثيل النسبي للأحزاب، يعني الحزب اللي يملك هم 7 أعضاء الحزب اللي يملك أغلبية مثلا يعين 3 منها أو 4 أو هذا، وكلما كانت النسبة متوازنة بين الأحزاب تقل يمكن كل حزب ينتخب لنائبين أو 1 وهكذا، فإذا حسب التمثيل النسبي بالجمعية الوطنية يختارون 7 أعضاء. هذه اللجنة الدستورية أيضا لا تمارس عملها بشكل تلقائي، أي لا تنعقد مباشرة بطلب من رئيسها وكذا، وإنما تتوقف، يجب أن هناك يكون طلب مشترك
من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الجمهورية، يعني لابد من توافق شخصين، رئيس اللجنة وهو رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الجمهورية أي مجلس الشورى. فإذا اتفق الطرفان على انعقاد يدعون اللجنة إلى انعقاد لبحث مشروع قانون معين الجمعية الوطنية أقرته، وهذه اللجنة في حالة دعوتها من قبل الشخصين إذا اتفقا تقوم ببحث مدى مطابقة القانون لأحكام الدستور، ويجب أن يصدر قرار اللجنة في بحث مدة أقصاها 5 أيام، يعني عندما تدعى للانعقاد وهناك معروض عليها مشروع قانون معين، خلال 5 أيام يجب أن تدرس هذه القضية وتصدر قرارها المناسب. فإذا وجدت أن القانون مخالف لأحكام الدستور يمتنع رئيس الجمهورية عن التصديق عليه وإصداره، ويعاد إلى الجمعية الوطنية لإعادة النظر فيه وجعله وتعديله بما ينسجم مع أحكام الدستور، أو كما قلنا إذا صرت الجمعية على رأيها لابد من اتخاذ الإجراءات لتعديل الدستور بما يسمح بإصدار القانون الجديد. هذا دستور سنة 1946. دستور سنة 1958 اللي البعض يسميه دستور الجنرال ديغول بعد عودة للحكم بعد تمرد الجنرالات في الجزائر ومطالبتهم بأن يتولى ديغول السلطة في باريس وفعلا تولى، فوضع الدستور الجديد وسمي بدستور ديغول سنة 1958. هذا الدستور هو الآخر منح الرقابة الدستورية القوانين إلى هيئة سياسية وأطلق عليها المجلس الدستوري. المجلس الدستوري الواقع هو أيضا يتألف من رؤساء الجمهوريات السابقين إن وجدوا، طبعا رئيس الجمهورية عندما تنتهي فترة رئاسته اللي حددت ب7 سنوات في الدستور الفرنسي، فالأحياء منهم يصبحون أعضاء في المجلس الدستوري بحكم مناصبهم كونهم كانوا رؤساء جمهوريات سابقين. هذا الأول، وعللوا ذلك يقول لك للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم. أما مدة عضويتهم في المجلس الدستوري فهي مفتوحة، أي مدى الحياة إلى أن يتوفى فيفقد عضويته، ولا لا يجوز لا إقالته ولا هو إلا إذا هو رغب استقال، هذه بحث آخر. لكن العضوية في هذه في المجلس بالنسبة لرؤساء الجمهورية السابقين هي مدى الحياة. أما التسعة الآخرين فيعين منهم 3 رئيس الجمهورية، وثلاثة يعينهم رئيس الجمعية الوطنية، وثلاثة يعينهم رئيس المجلس الشيوخ، أي هناك 9، يعني بغض النظر عن عدد رؤساء الجمهوريات اللي هم أعضاء بحكم منصبهم السابقين يضاف لهم 9 أعضاء، 3 منهم يختارهم رئيس الجمهورية، و3 رئيس الجمعية الوطنية، و3 رئيس مجلس الشيوخ. فهذه هي التشكيلة. أما مسألة بحث دستورية قانون معين أمام هذه الهيئة، فالقانون الدستور الفرنسي 58 حصرها بأحد 4 أشخاص، يعني لا يمكن أن ينعقد المجلس الدستوري إلا بطلب من أحد 4 أو أكثر، إما رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو رئيس الجمعية الوطنية أو رئيس مجلس الشيوخ. فهؤلاء 4 الذين يملكون حق تحريك الدعوة أو تحريك طلب انعقاد اللجنة لدراسة مشروع معين. ففي هذه الحالة إذن ممكن أن يتفقوا 4 فيدعون، يمكن أحدهم أن يدعو المجلس فينعقد المجلس لدراسة المشروع. فإذن هذا هو الحق يعتبر اختياري لهؤلاء 4، سواء اتفقوا 4 أو 2 منهم أو 3 أو 1 منهم، فهو كل واحد يملك هذا الحق بموجب الدستور، وهو له أن يستعمله أو يتخلى عنه، أي لا يستعمله، أي أن المجلس لا ينعقد تلقائيا إلا بطلب من
أحد هؤلاء الأربعة سواء مجتمعا أو منفردا. المشكلة هنا يتضح عن تركيبة المجلس احتمال أن يتشكل من اتجاه واحد. يعني تلاحظون الانتخابات الفرنسية قد يأتي حزب ويحتل الغالبية الساحقة في البرلمان، ففي هذه الحالة يعني في مجلس الشيوخ راح يكون رئيس من الأغلبية، ورئيس الجمعية الوطنية هو من الأغلبية من حزب واحد، هذا اثنين، رئيس الجمهورية أيضا قد يكون من نفس الحزب، هؤلاء ثلاثة، وبالتأكيد رئيس الوزراء راح يكون من نفس الحزب لأنه البرلمان يكلف زعيم الأغلبية البرلمانية بتشكيل وزارة. فإذا في هذه الحالة لا نستطيع أن نقول أنه اللجنة لا يسمحون للأفراد العاديين سواء طبيعيين أو معنويين كالشركات والأحزاب والجمعيات أن يطلبوا عقدة. ففي هذه الحالة إذن المجلس بدل أن يكون مهمته رقابة دستورية القوانين فهو لا ينعقد إلا بطلبنا. فإذا هؤلاء الأربعة من حزب واحد ومن مصلحتهم أن يمر القانون فلا يطلب أحدهم بعقد المجلس فلا ينعقد ويمر القانون حتى لو كان مخالف للدستور. وحتى في حالة لو فرضنا أحدهم طلب أو كلهم طلبوا وانعقد، وأيضا الجمعية الوطنية ترى أنه ضرورة صدور القانون، فما عليها وعدهم الأغلبية يستطيعون أن يدعوا اتخاذ الإجراءات اللي ينص عليها الدستور لتعديله ليعدل الدستور بدل القانون حتى يسمح بصدور القانون مجددا. لكن طبعا في فرنسا في حوالي رئاستين اختلف الوضع، إما رئيس الجمهورية يأتي من حزب والأغلبية البرلمانية تأتي من حزب آخر كما حصل في عهد ميتران، هو من الحزب الاشتراكي والأغلبية كانت من المحافظين، وبالعكس في الوقت الحاضر رئيس الجمهورية الفرنسية هو من المحافظين من الحزب الديغولي، بينما غالبية المجلس هو من الاشتراكيين. ولذلك نلاحظ رئيس الوزراء هو من الحزب الاشتراكي ورئيس الجمهورية من المحافظين. فهنا يمكن هذه الموازنة تلعب دور في تنشيط المجلس الدستوري إذا أرادوا أن يستفيدوا من هذه الحالة. هذه إذن هي الرقابة السياسية كتجربة كما قلت نشأت في فرنسا واستمرت لحد الآن. أما بالنسبة للرقابة القضائية فهذه تكون أيضا على شكل لو نمسح هذه ونكتبها حتى تكون أحدها. على شكل إما سابقة رقابة سابقة أو كما كنا نستطيع أن نقول وقائية أو رقابة قضائية لاحقة على صدور القانون، ممكن تجاوز نسميها الرقابة القضائية في دستورية القوانين الواقع. هذه التجربة الفرنسية الخاصة في مسألة منع القضاء من رقابة دستورية القوانين كما قلنا لأسباب عديدة أهمها هي مسألة
سوء سمعة القضاء الفرنسي. القاضي عادة في أي قضية تعرض أمامه من واجب أن يدقق في مدى انسجام القضية المعروضة أمامه والتي سيحاكمها ويصدر قرارها بموجب قانون معين، أن يتأكد من عدم مخالفة القانون أمامه للدستور، أو لو كان القضية نظام لا يخالف القانون أو تعليمات لا تخالف اللائحة أو النظام وهكذا. فإذا من مهامة لأنه القاضي لا يطبق القانون بشكل جامد، يعني لو تلاحظون أمثلة كثيرة حتى بالجرائم الجنائية تلاحظون الادعاء العام يصل بالطلب إلى المطالبة المحكمة بإصدار حكم بإعدام المتهم، بينما تصل المحكمة إلى حالة البراءة، علما أنه الادعاء العام هو عند أجلته وشهوده وإلى آخره، ولكن ويكيف الحالة اللي أمامه بموجب مادة لطلب الإعدام، بينما المحكمة بعد مناقشتها تبدأ وبعد الاستماع أيضا للشهود والدفاع وكذا، فتكيف الحدث تحت قاعدة قانونية أخرى وتصل إلى حالة البراءة. فهنا إذن القاضي هو لا يطبق قاعدة جامدة، وإنما يفسر ويدقق ويجد مدى موائمة وانسجام ومطابقة القاعدة المطروحة أمامه مع القاعدة الأعلى منها. الواقع فكرة يعني اتجاه الكتاب القانون الدستوري الفرنسيين والفقه القانوني في فرنسا ككل كان ضد اتجاه منح القضاة بشكل عام مسألة رقابة القوانين، وعللوها بعدة أسباب. السبب الأول هو يعتقدون أنه فكرة إصدار القانون، أن القانون مجرد أن يصدر أي بعد ما يناقش بالسلطة التشريعية البرلمان يمر بجميع المراحل كما قلنا من اقتراح إلى مناقشة أولى وثانية وإلى آخره، ثم المصادقة عليه وقرارة البرلمان ويرفع إلى رئيس الجمهورية للمصادقة عليه وإصداره ونشره في الجريدة الرسمية. فقالوا هذه فكرة تدعى فكرة إصدار القانون هي تمنح شهادة الميلاد التي تمنح مسألة انسجامه مع الدستور، أي أنه السلطة التشريعية عندما درست وأقرت هذا القانون وطالبت بإصداره هي المفروض درست مدى انسجامه مع الدستور، ولذلك يمنع على القضاة أن يتدخلوا في هذه المسألة، لأنه يعتبر القاضي في هذا يتجاوز صلاحياته على صلاحيات الأمة كما يقول الفقهاء الفرنسيون، لأنه البرلمان هو ممثل الأمة، فعندما سن القانون فما على المحاكم إلا تطبيق هذا القانون وليس البحث في مدى شرعيته أي صدوره منسجم مع الدستور أم لا. فإذا مجرد فكرة الإصدار تعتبر في منجن من مناقشة الدستور من قبل القضاة. المسألة الأخرى اللي اعتمد عليها هي هناك قوانين العقوبات في سنة 1789 وقوانين أخرى صدرت بعده نصت على معاقبة القاضي إذا امتنع عن تطبيق القانون، لأنه اعتبروا أيضا هذه مسألة تجاوز على السلطة التشريعية، لأنه قل لك هو مهمته هو تطبيق القانون وليس الامتناع عن تطبيقه أو وقف تنفيذه بحجة أنه مخالفته للدستور. فهنا إذا كانت عقوبة موجهة إلى القضاة تمنعهم من مسألة مناقشة مدى انسجام القانون مع الدستور. المسألة الأخرى اللي اعتمدوها في
معالجة أو منع القضاة من ممارسة الدستورية القوانين هي هو مبدأ الفصل بين السلطات. الواقع المعروف أنه غالبية الدساتير في الدول المتقدمة تأخذ بنظرية الفصل بين السلطات، أي أنه طبعا لا يمكن الحديث عن فصل كامل بين السلطات، ولكن هناك فصل في الاختصاصات وانسجام وتنسيق وتعاون في العمل من أجل تسيير الشؤون العامة. والأكثر الدساتير تعتبر تأخذ من مبدأ الفصل بين السلطات اللي بشكل واضح وكبير هو الدستور الأمريكي، يعني الذي يجعل رئيس الجمهورية كسلطة خاصة، وهو الواقع هو يعين الوزراء وهو الذي يقيلهم، وهؤلاء الوزراء بشكل شخصي يختارهم، وهم الواقع لا يسمون وزراء إنما سكرتير الشؤون الخارجية، سكرتير شؤون الدفاع، وإلى آخر الشؤون المالية. والبرلمان سلطة خاصة مهمتها هي تشريع القوانين، والقضاء من المحكمة العليا المحاكم الأخرى. فهناك فصل بين السلطات، ولكن هناك أيضا كما سبق قلنا مثلا رئيس الجمهورية عند الرسالة السنوية اللي هي عبارة عن اقتراح مشاريع القوانين على البرلمان، وهناك أيضا الرئيس في بعض الحالات يملك حق الاعتراض أو الفيتو على القوانين ومشاريع القوانين التي يقرها الكونغرس، فإذا اعترف تعاد إليه ويجب أن تقر بأغلبية معينة الثلثين لكي تجبر الرئيس على إصدارها وهكذا. لكن بشكل عام المبدأ الفصل بين السلطات مأخوذ به بأغلب دساتير الدول المتطورة في أوروبا وخاصة الدستور الأمريكي. فقيل أنه مبدأ الفصل بين السلطات يمنع القضاء من تجاوز سلطاته إلى السلطة التشريعية، أي لأن عندما يعطل أو يمتنع عن تطبيق قانون معين هو معناتها تجاوز مبدأ الفصل بين السلطات إلى السلطة التشريعية، ويعتبر هذا تدخل في السلطة التشريعية وانتهاك لمبدأ الفصل بين السلطات وتجاوزا على السلطة التشريعية. هذه هي سيقة الأسباب في الفقه الفرنسي لمنع المحاكم من ممارسة هذا العمل. لكن كما قلت المحاكم هي مهمتها أن تحمي القانون العادي وتفسر أحكامه، لا تطبق النصوص جامدة، وليس لها أن تفسر الدستور نفسه. والمسألة تفسير الدستور هؤلاء الفقهاء يعتبروا هو يعتبر طالما مراقبة الدستور تعطى لمن هو معناتها تصبح هيئة فوق السلطات كلها، والتجاوز على مثل ما قلنا إرادة الأمة. أما الرأي الآخر الذي يخالف هذا الرأي وبالعكس يلح على مسألة أنه القضاء هو الهيئة أو المؤسسة ذات القدرة والقابلية على تنفيذ رقابة دستورية القوانين أفضل من أي جهة أخرى، هو القضاء نفسه، فيدعو إلى ضرورة منح القضاء هذه المهمة رقابة دستورية القوانين. ويعللون رأيهم هذا بمسألة أنه مسألة منح القضاء رقابة دستورية القوانين لا يتنافى بتاتا مع مبدأ الفصل بين السلطات، لأن هذا الاختصاص لا يخرج القاضي عن نطاق عمله ولا يشكل اعتداء على السلطة التشريعية، بينما من جوهر عمل القاضي أولا هو لا يبادر لدراسة قانون مدى انسجامه مع أحكام الدستور أو مخالفة الأحكام، وإنما لابد من هناك قضية تعرض أمامه. فعندما تعرض القضية أمام القاضي في المحكمة فعلى القاضي أن يدقق في مدى كما قلنا
انسجام هذه القاعدة القانونية مع قاعدة أعلى منها. قلنا هناك تدرج في القاعدة القانونية، هناك تبدأ من التعليمات من التوجيهات الشفوية، التعليمات المكتوبة إلى اللوائح والنظام والأنظمة الداخلية، ثم القانون، ثم بعد ذلك الدستور. فعندما تعرف قضية تحتم على القاضي أن يدرس مدى انسجام القاعدة القانونية مع القاعدة الأعلى منها. فإذا هو أمام واجبي في البحث عن القاعدة الأكثر انسجاما مع القضية وتخدم حل القضية بشكل قانوني سليم. فإذا هو من صميم عمل القاضي. أما إذا وجد تعارض بين قاعدة المعروضة وقاعدة أعلى منها، فمهمته حماية لمسألة العدالة والشرعية أن يمتنع عن تطبيق القاعدة المخالفة للقاعدة الأعلى منها، ويجب أن يلجأ إلى تطبيق القاعدة الأعلى. يعني إذا كان قانون مخالف الدستور فيمتنع عن تطبيق تلك القاعدة ويطبق القاعدة الدستورية. وسبق كما قلنا أن الدستور يسمو على جميع القواعد في حالة في نظام تدرج القاعدة القانونية. والقاضي أيضا في بعمله هذا هو لا يحكم ببطلان القانون، هاي مش ما ليست من صميم عملي، هو مجرد أن يمتنع عن تطبيق القاعدة. ولذلك على الجهات الأخرى يعني المختصة أن تنتبه إلى هذه القضية وتستفيد من رأي القاضي وتبدأ بمعالجة القضية في فعلا تدقق إذا كانت مخالفة للدستور أم لا، وتتخذ الإجراءات التي ينص عليها الدستور لمعالجة هذه القضية. وكما قلنا أن القاضي في هذه الحالة هو لا يلجأ تلقائيا إلى دراسة مثل هذه الأمور، وإنما بناء على القضية المعروضة عليه وبناء على طلب أحد الخصوم. عندما أحد الخصوم يدفع أمام القاضي يقول هذا القانون الذي أحاكم فيه هو قانون مخالف للدستور، ففي هذه الحالة على القاضي أن يدقق هذه المسألة ويصدر قرار المناسب. التعليل الآخر الذي يدعو إلى منح القضاء هذه المهمة والتمسك بها يستند إلى مبدأ المشروعية، والمقصود المشروعية في تصرفات الدولة. هناك فرق بين مسألة الشرعية والمشروعية. أي الشرعية المقصودة هي شرعية وجود الشيء، أي شيء يوجد لابد من مرجعية تبرر وجود هذا. يعني القانون شرعية وجوده هو الدستور، أي أنه الدستور سمح بولاته وبصدوره، فإذا مرجعيته وشرعيته الدستور. أما الدولة كمؤسسات كهيئات سلطنية أوجدها الدستور وهو أعلى منها السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، فهي لكي تكون تصرفاتها مشروعة يجب أن تكون تصرفاتها منسجمة مع من أوجدها. أي أنه هناك مثلا نقول على سبيل المثال شرعية السلطة في الدول الديمقراطية والمتطورة، يقول الشعب مصدر شرعية السلطة ووجودها، بينما السلطة عندما هي تتصرف فلكي تكون تصرفاتها مشروعة يجب أن تكون منسجمة مع من أوجدها، واللي أوجدها طبعا الشعب أوجد السلطة على سبيل المثال بانتخابات أعطاها شرعية الوجود فهي بدت، والشعب بطريقة خاصة كما قلنا أوجد الدستور سواء جمعية تأسيسية أو مسألة الاستفتاء، فهنا أصبح الذي يوجد الشرعية التي أوجدتها هي الدستور. فإذا لكي تكون تصرفاتها مشروعة وليست شرعية أي متفقة مع هذا يجب أن تكون منسجمة مع الأحكام الدستور. فعلى هذا الأساس هناك تكون التفرقة بين حكومة خاضعة لسيادة الدستور أو ما يعبر عنه سيادة القانون
بينما هناك الحكومات الاستبدادية أو الدكتاتورية التي لا تخضع لسيادة القانون ولا تهتم بالقانون، لأنه لا تستمد شرعيتها من الشعب وإنما تستمد شرعيتها من العنف والقوة واستخدام الدكتاتورية في القمع. هذه المسائل أعتقد نتولى شرحها إن شاء الله في المحاضرة القادمة، وأكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.